الاستاذ جورج زكريا، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه. استاذ جورج، مساء الخير. مساء النور يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. هل صحيح ان حصل زياده في اسعار الاجهزه الكهربائيه؟ طبعا يا فندم، في طفره كبيره في الزياده، وانا بعتبرها زياده عشوائيه برضو، لان الظروف يعني الناس مش قادره تستحمل اكتر من كده حقيقي. يعني زياده عندنا خدت كيرف عالي قوي، والاسعار تخطت الحدود المتوقعه. فبرضه انا بقول في تصرفات عشوائيه بتحصل من المصنعين ومن التجار، برضه دي ادت للزيادات. انت عند حضرتك النهارده الشركات الكبيره وردت اغلبيه الشغل للهايبرات الكبيره، الحاجات المفروض لا ينزل عليها العروض اللي هي الشاشات والحاجات اللي احنا بنعتبرها اللي هي الرفايع بتاعتنا، يعني اللي هو الهاند بلندر والخلاط والميكروويف والمكوى. فالهايبرات الكبيره خدت الشغل كله وبدات تنزل جزء منه للسوق. وحضرتك لما تروح الهايبرات تشوف الناس بتتقاتل على المنتجات، وبيدوا واحد وعشرة لا، واغلبيه الشغل بيطلع تاني للتجار. فهو النهارده خلق سوق سوداء، هو النهارده يعني عمل حق احتكار. النهارده لما الشغل كله يروح للهايبرات، طب التجار تشتغل ازاي؟ ده وضع برضه مش صح. واحنا بنناشد طيب، المصنعين احنا هنا والمستوردين. بنتكلم على حاجتين، بنتكلم على منتج محلي ومنتج مستورد، ولا بنتكلم على منتج محلي بس؟ المنتج المحلي والمستورد موجودين في السوق، بس المستورد عندنا في مجال الاجهزه الكهربائيه قليل قوي. لان الاجهزه الكهربائيه اللي بتتصنع في مصر براندات عالميه اصلا، والحقيقه وعاليه كفائتها الجوده، كفائتها عاليه جدا. صحيح، كفائتها عاليه جدا وناجحه، واحنا بنفضل. المصنع بيودي للتجار، والتجار بيتحكموا في السعر. بص حضرتك، لا هو موضوع مشترك يا استاذ خالد، ما اقدرش اقول التجار اللي بيتحكموا في السعر، اللي بيتحكم في السعر الاساسي المصنع، هو بيديني حاجه اسمها برايس ليست. التاجر ليه نسبه، في حد بيحط 5%، حد بيحط 7%، حد بيحط 10%، حد بينافس وبيحط 3%. يعني اقصد هي مش نسبه ثابته، ولكن احنا ما بنتحركش غير في الرينج ده. المتوسط بتاع مهنه الاجهزه العموله بتاعتها 5%. ال 5% ده رقم كبير. انت حضرتك لو الثلاجه ب 20,000 وانا حاطط فيها 5% ربح، يبقى انا كسبت فيها 1,000 جنيه. فهو طيب، مش حاجه قليله. هل في اي حلول لان الاسعار تتظبط اكتر؟ هل الانتاج المصانع دي بيكفي السوق المحلي وبيفيد، ولا بيبقى فيه ندره؟ حضرتك احنا انا يعني اعلنت على خبر ان دوله رئيس الوزراء افتتح مصنعين كبار. المصنعين دول هيبتدي يبان شغلهم في النص الاولاني من سنه 24، وهيبتدوا ينزلوا. يعني انا لسه النهارده بتواصل مع شركه كبيره. دي مصانع ايه؟ ثلاجات وغسالات وكده؟ اجهزه كهربائيه كامله، ماركات عالميه، براندات عالميه. في براند منهم قوي جدا وبيتحكم في سوق عالمي، وفي شركه تاني هي تعتبر تركيه بس هي بتدي لاوروبا، وبرضه شركه كبيره. وده انتاجه هينزل السوق في النص الاولاني من 24. دول هيبتدوا، وخدوا الرخصه الذهبيه من دوله رئيس الوزراء. فدول هيبان يعني النتيجه بتاعتهم هتظهر، وهتظهر في وقت قريب قوي ان شاء الله. وده هيحقق استقرار شويه في الاسعار، يدي نوع من الاستقرار. هو حضرتك احنا بنعتمد على العرض والطلب يا استاذ خالد. احنا عندنا المعروض حاليا قليل، اولا السعر الصرف العالمي او السعر الصرف في مصر مذبذب، عشان مستلزمات المصنع كمان بقت بالدولار اغلى، فالمصنع مضطر يزود. ده اكيد، فهو بيضطر يعلى بالسعر. وبعدين ما تنساش حضرتك المرتبات زادت، المخازن زادت، الاستهلاك الوقود زاد، مراحل التشغيل دي مكلفه جدا. يعني على المستوى الشخصي المحلات والمعارض وكده بتتكلف مصاريف تشغيل كبيره، فهو عايز برضو اعلى ربحيه يقدر يعوض بيها الشغل بتاعه. ثانيا، هو كان بيتعود مثلا يبيع 100 قطعه. النهارده هو بيبيع 50. طب الفرق في الربحيه دي لازم يعوضها من ال 50 اللي عنده عشان يوفي بمستلزماته. فهي فتره وهتعدي، هي ازمه وهتعدي، وهتعدي بخير باذن الله وبسلام ان شاء الله. والفتره الجايه الناس يعني ان شاء الله في خلال 5 6 شهور الجايين الناس هتحس بفرق كبير. تمام، انا بشكرك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ جورج زكريا، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه.